نشاط مشترك بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التربية والتعليم لحتى نقدم سكيتش عرض مسرحي عن قصة اسمها قصة وليد، عملتها وزارة الحكم المحلي وراح تمثلها اليوم فرقة دندرة من جامعة بيرزيت. هذه القصة بتوضح أهمية دور الحكم المحلي والهيئات المحلية والبلديات في خدمة المجتمع. طبعاً عندنا اليوم عرض مسرحي، مسرحية قصة وليد 2020. هذه المسرحية تم هنا بعرضها بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لفرقة دندرة للمسرح في جامعة بيرزيت. وطبعا هاي المسرحية تهدف لتعريف الطلاب بالدور اللي بتكون فيه المجالس القروية والبلديات. هذه المسرحية لها أهمية كبيرة بتعريف دور الطالبات في دور المجالس البلدية والمجالس المحلية على صعيد معرفة واجبات هذه المجالس، معرفة حقوق الطالبات وكيف ستستفيد من هذه المجالس البلدية والمحلية على الصعيد القادم إن شاء الله.